صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الثلاث 1 أكتوبر 2024. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل الحاجات الحلوة، والعيد ميلاده من النهاردة 1 أكتوبر، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. ومواليد شهر أكتوبر يسموه مواليد شهر العظماء. شهر أكتوبر من الشهور الجميلة اللي كان فيها ناس مؤثرين جدا في العالم كله. كمان شهر أكتوبر طبعا بالنسبة لنا في مصر هو شهر الانتصارات وشهر العظماء أيضا، لأن الناس اللي حاربت ووقفت يعني ودفعت عن الأجيال اللي كانت لسه ما جاتش حتى، إن هم كلهم ناس عظماء. يعني نبتدي حلقتنا النهاردة، وزي ما متعودين زي ما قلت لحضراتكم أنا معاكم الكام يوم دول الأسبوع ده، وهيبة إن شاء الله راجع يوم السبت اللي جاي، نبقى مع بعض إن شاء الله يوم السبت اللي جاي. هنتكلم عن إيه النهاردة؟ عاملين سؤال كده تخيلي، كل واحد بقى يقول اللي هو عايزه. إيه هو السؤال بقى؟ بيقول لك قصة حياة كل واحد فينا عبارة عن إنجازات ومطبات وحاجات حلوة وحاجات وحشة. حد يقول لي لا أنا قصة حياتي كلها كئيبة، لا أنا قصة حياتي ما شفتش فيها ولا يوم فرح، لا هو فيه بس أنت مش واخد بالك يعني. فكل واحد فينا قصة حياته الكام سنة اللي عاشهم، اللي عاش مننا 20 30 40 50 70 80 90، حاجات كده كل واحد فينا عنده، ممكن يلخص الجزء اللي عاشه في حياته ده باسم فيلم. لو حياتك هنعملها قصة فيلم، هنسمي الفيلم ايه؟ طبعا انا عايز استسرحه كده بخيالكم، اللي عايز يسمي على اسم فيلم هو عارفه، فيلم عربي يعني مفيش مشكلة، يعني ما عندناش مشكلة خالص. اللي عايز يخترع اسم فيلم لقصة حياته مفيش منها مشكلة. احنا بنقول دايما ان كل واحد فينا يمتلك قصة في حياته، يمتلك القصة دي عبارة عن إنجازات وإخفاقات. محدش يقول إن حياتي كلها كانت عبارة عن إنجازات، أنا عمري ما غلطت، أو لا مفيش حاجة اسمها كده، كلنا نخطئ وكلنا يعني نصيب ونخطئ، فكلنا عندنا إنجازات وعندنا إخفاقات، كلنا عندنا حاجات تفرح وعندنا حاجات تبكي وتحزن ومؤلمة جدا. هي دي الخلطة بتاعت حياة أي بني آدم، ولعلمك هي دي الخلطة بتاعت أي فيلم. أي فيلم عبارة عن بداية وعقدة ونهاية. العقدة دي اللي بتعمل الفيلم، العقدة دي اللي بتعمل، حتى لو فيلم كوميدي لازم يحط لك فيه عقدة، يحط لك فيه حكاية لازم تتحل، فهما بيحلوها بيبقى في مواقف كوميدية بتحصل فيبقى الفيلم كوميدي، أو عقدة وهما بيحلوها بتحصل مواقف كتيرة جدا أكشن وحاجات كده فيقول لك ده فيلم أكشن. فالعقدة فلازم هي عبارة، أي قصة عبارة عن بداية وعقدة ونهاية. العقدة دي اللي المؤلف بيحاول يطرحها ويحاول يحلها واحدة 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 لغاية ما تيجي نهاية الفيلم، لإما يحلها بيبقى الفيلم خلص، إما يسيبها مفتوحة ويقول لك عشان نعمل جزء تاني من الفيلم. قصة حياة حضرتك وقصة حياة حضرتك، لو هنعمله فيلم سينمائي هنسمي الفيلم ده إيه؟ من وجهة نظركم طبعا يعني. فابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، بنفتح الفيسبوك ونكتب سي تي في ايجيبت هنلاقي صوره البرنامج، نكتب في التعليقات واحنا نقرا تعليقات حضراتكم، او اتصلوا بينا من خلال ارقام التليفونات اللي بتظهر قدامكم على الشاشه. ابعتوا لنا بقى وقولوا لنا بقى، انا هقرا، هحاول اقرا كل التعليقات طبعا، ما تشرحليش، اكتب لي اسم الفيلم بس، قصه حياتك يبقى اسم الفيلم ايه، عشان نعرف نقرا تعليقات كتيره خالص. معانا استاذه مريم، اهلا بيكي. صباح الخير. صباح الفل مدام مريم، اهلا بيكي. ازاي يا استاذ حسحي، عامل ايه؟ نشكر ربنا مدام مريم، ربنا يخليكي. منور الشاشه. ده نورك، ربنا يخليكي. احنا استاذ صحيح هقول لك على حاجه، احنا متعودين نفتح التلفزيون لا حضرتك ومدام هبه. ايوه هي هيبقى اجازه يوم السبت الجاي بقى، من يوم السبت الجاي بقى نبتدي بقى نبقى مع بعض ان شاء الله. يعني بنحبكم انتوا الاثنين، انتوا اللي منورين الشاشه ومنورين البرنامج ده جدا. ربنا يخليك يا مدام مريم، ربنا يخليك. ده انا ببقى نايمه اصحى من احلى نومه عشان اسمع البرنامج ده. من ذوقك، ربنا يخليك، ربنا وربنا ما يحرمكمش من بعض انتوا الاثنين، وسلمنا عليها الاستاذه هيبه كتير قوي. يوصل يا مدام مريم. بص بقى السؤال،
لو احنا لو هنعمل قصة حياتك فيلم، تحب الفيلم ده يبقى اسمه ايه؟ يعني احنا عايشينها نسميه ايه؟ احنا عايشينها نسمي ايه؟ مش عارف، قولي لي بقى اسم فيلم كده، نخترع اسم فيلم. صدقني يعني مش في بالي، انا بصبح عليك بس كده. صباح الورد عليك، صباح الفل يا مدام مريم، بشكرك جدا، صباح الفل عليك. لو هنعمل واحد يقول لي انا فيلم حياتي ده انا هسميه عسل اسود، واحد يقول لي لا انا هسميه العظماء، واحد هيسمي اسم الفيلم بتاعه المحظوظ، واحد هيسمي اسم الفيلم بتاعه مش عارف ايه، كل واحد فينا ممكن يعمل قصه حياته فيلم. لو عملنا قصه حياه حضرتك او حضرتك فيلم، هنسمي الفيلم ايه؟ ابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، وما تتكسفوش يعني ابعتوا لنا وقولوا لنا، واحنا نحاول نقرا كل التعليقات اللي حضراتكم بتبعتوها. نبتدي كده، مين معانا؟ طيب استاذ عادل عبد الله من دمياط بيصبح علينا. شكرا يا استاذ عادل، شكرا لكلامك. حمامه السلام، شكرا ليكي. ناهد اديب صبح علينا، اهلا بيكي. ام سامح ابراهيم صباح الفل عليكي. مريم عزيز، احب اقول لابن بنتي الغالي على قلبي كل سنه وانت طيب ديفيد ريمون، كل سنه وانت طيب يا ديفيد. وصفي نعيم، شكرا، شكر جدا لكلامك. البتول صباح الفل عليك. كريستينا فهيم صبح عليكي. إليس يوسف بنصبح عليكي. تريزا ام ملاك صبح عليكي، بتسمي اسم فيلم حياتها المصير او البؤساء. ليه بس كده؟ ليه بس كده؟ بنوف فايز بيصبح علينا من حياه من حدائق القبه. انا حياتي بعد وفاه ابويا كلها مطبات بجد، ولا ثانيه من ايامك كل حاجه الحلوه لامي، ربنا يخلي لك ماما يعني. ماشي، انا هقول لك تسمي الفيلم مطبات عادي يعني، حلو، اسم جميل على فكره. تيتا مؤهاب تصبح علينا، ومريان حبيب تصبح علينا، وهناء ليم تصبح علينا. ام ميخائيل شكرا ليكي، وتقول النهارده عيد ميلاد ابني وحبيبي مينا صبحي، كل سنه وانت طيب يا مينا، وعقبال مليون سنه يا رب. ميري فرج هتسمي فيلم حياتها ضاع العمر يا ولدي، او ذهب ولم يعد، هتسميه ذهب ولم يعد يعني. ميلاد توفيق هيسمي اسم الفيلم وكان الرب يسير معي دائما، حلو. عفاف اسحاق بتصبح علينا، اجازتك طولت يا هبه، وحشتنا الخناق مع اسحاق. هبه جايه يوم السبت ان شاء الله. طيب ناخد برضو جورجيت سليمان، هنسمي الفيلم بتاعها العمر تحت رعايه الله. استاذ هاني اهلا بيك. صباح الفل يا استاذ اسحاق. صباح الفل يا استاذ هاني، عامل ايه؟ منورنا. ده نورك يا استاذ هاني، ربنا يخليك. انا هسمي الفيلم ضاع العمر او الاحزان. ضاع العمر؟ اه. وليه احزان؟ ليه بس احزان؟ لاني انا والدي توفى وانا سني 9 سنين. ايوه. وبعديها توفى اخويا اللي هو كان ايه بيراعيني ويربيني يعني. وبعديها توفت والدتي، وبعديها توفت اختي، كل الناس الحلوه راحت. يا بامانه. ايوه. لكن في كل ده يعني، كل الناس اللي هم انت مسؤول منهم يعتبر سابوك، لكن ربنا ما سابكش والحياه مشيت. اكيد. لا بعد كده اتجوزت وخلفت وجوزت ابني وبنتي مخطوبه وتمام الحياه، بس يعني في احزان جوايا يعني. الحاجات دي تراكمات. تمام، شكرا يا استاذ هاني وصباح الفل عليك. استاذ رؤوف اهلا بيك. صباح الخير يا اسحاق. صباح الورد يا استاذ رؤوف. ازيك؟ وزي هبه عاملين ايه؟ كله زي الفل. طيب الحمد لله. انا رؤوف سامي من اسكندريه. اهلا اهلا يا استاذ رؤوف. الفيلم اسم الفيلم؟ ايوه. عسل نحل. عسل نحل، الله عليك، الله عليك. ده صباح الفل عليك، بشكرك جدا. استاذ رؤوف هيسمي قصه حياته عسل نحل، هيسمي قصه حياته عسل نحل. الله، طب ما دي حاجه حلوه، حلو اللي شايف قصه حياته عسل نحل يعني. خادمه الرب الينا بتصبح علينا، و
وهتسمي الفيلم حتى اخر العمر، وبتقول ان هي من مواليد اكتوبر، طبعا مواليد شهر العظماء، كل سنه وحضرتك طيب. رضا بشرى بيصبح علينا، انا جيت متاخر، ايه السؤال؟ ما ظهرش على الشاشه، هنكتبه نكتبه على الشاشه، هو مكتوب. لو هنعمل قصه حياه حضرتك فيلم، نسمي الفيلم ايه؟ او حضرتك تحب تسمي قصه حياتك ايه الفيلم لو هنعملها فيلم يعني؟ استاذ ايوب اهلا بيك. بيك يا استاذ، صباح الفل عليك. صباح الخير. لو هنعمل قصه حياه حضرتك فيلم بقى، يبقى الفيلم اسمه ايه؟ لو حضرتك الاول تعرف قصه حياتي بموجز بسيط قوي يعني. ايوه. انا ربنا جربني في ابني 21 سنه، كان في القوات المسلحه. يا هو في السماء. بعديها خدت جلطتين في القلب. ايوه. الو، ايوه اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون يا استاذ ايوب. انا سامح حضرتك. خدت جلطتين في القلب. واثناء عمل العمليه بتاعت الدعامه طلبوا تحاليل فيروس، طلع عندي فيروس في الكبد. اتعالجت وركبت الدعامات وتعالجت من الفيروس، وبعد كده اتضح ان الفيروس قبل ما يمشي قبل التهاب مناعي في الكلى، وجاني فشل كلى، ودلوقتي اللي بخدم ثلاث ايام في الاسبوع. عايز اقول لحضرتك ربنا يشفيك يسوع. ربنا يشفيك يا استاذ ايوب. ويبدو حبيبي يسوع، اشكر حبيبي يسوع. شكر. شكرا لك. شكرا. ويبدو ان لك من اسمك نصيب، اسم ايوب اللي احتمل تجارب كتير جدا، لكن ربنا عوضه وزاده عمر على عمره واداله حاجات كتير. ربنا يفرح قلبك يا رب ويديك الصحة والعمر يعني. مريم يوسف هتسمي الفيلم بتاعها سيبها للظروف، هنعمل قصة حياتها فيلم وهتسميه سيبها للظروف. مارجريت بتقول صباح الفل، كله نفسي أحقق أمنياتي فيهم. طيب مارينا محروس بتقول فيلم حياتها يبقى اسمه تشدد وتشجع، تعمل قصة حياتها فيلم وتسمي تشدد وتشجع. كريستينا مرقص هتسمي قصة حياتها عسل اسود، يا ساتر. هاني حليم هيسمي قصة حياته رحلة في الخطية والتوبة، ماشي، احنا عايزين ابداعات كده. يلا لوسي لبيب رحلة عذاب، ودي ملخص حياتي فعلا. مينا عزت يا ساتر بيقول هيسمي قصة حياته لن ينتهي البؤس، ليه بس كده؟ إيمان صالح يدك لم تتركني، حلو حلو، أنا عجبني الاسم ده. راندا هاني هتسمي قصة حياتها غلطة عمر، ليه بس كده؟ عماد يوسف الفيلم بتاع تجيبك كده تجيلها، هيسمي قصة حياته تجيبها كده تجيلها كده هي كده، ماشي. مورا مدحت مش مستاهلة، الفيلم اسمه مش مستاهلة. مادلين سمير حياة وعشناها. صامويل بيقول هيسمي الفيلم العطاء. البتول هيسمي الفيلم حبة ربنا لينا. هاني فرج اسم الفيلم الأيام السوداء، يا ساتر يا ساتر، احنا ساعة صبحية كده وبلاش الأسامي الصعبة دي. أستاذ ناجي أهلا بيك. اهلا بسعادتك، صباح الخير يا استاذنا الكبير. صباح الفل على حضرتك. وازاي المدام هبه؟ بخير زي الفل، نشكر ربنا. صباحكم فل ان شاء الله. ربنا يخليك استاذ ناجي. الفيلم بتاع المناضلون العظماء. حلو ده، كافحون العظماء. حلو اسم الفيلم. ايه اكتر الحاجات اللي حضرتك بتفتخر بيها في حياتك بقى عشان نركز عليها في الفيلم؟ حاجات اللي هو الواحد كان بدأ من الصفر انا والمدام بتاعتي، والزوجه طبعا الزوجه الصالحه ديت كنز مع الانسان فعلا. ايوه كانت في ظهري على طول في كل حاجه. الحمد لله بدأنا من الصفر وعملنا كل حاجه وبقينا مبسوطين جدا، واولادنا تربوا تربيه كويسه جدا. وعملنا زي وحاجات حلوه كده يعني، وصلنا للقمه الحمد لله، نحمد ربنا يعني. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويحافظ عليكم. بشكرك جدا. كل واحد فينا بيبقى في حياته في محطات بيفتخر بيها، ومحطات بتبقى يعني نص نص كده، مش ولا بد يعني، فمنها بيجي اسم الفيلم كله يعني. مدام فايزه اهلا بيكي.
صباح الخير يا استاذ اسحاق، ازي حضرتك؟ صباح الفل عليك. سلامنا لمدام هبه، واحنا مستنيين يوم السبت فارغ الصبر عشان تيجي تنور الشاشه مع حضرتك. طبعا انت منور الشاشه برضه يعني، ربنا يخليك. ربنا يخليك، كنتوا الاثنين بيبقى اسجد يعني. تعيش، ربنا يخليك. ان شاء الله يوم السبت نبقى مع بعض. يا رب تيجي بخير ان شاء الله. اسم حياتي احزان وكفاح. احزان وكفاح. طب قولي لي، قولي لي حاجه من حياتك، من قصه حياتك اللي هتبقى في الفيلم تفتخر بيها على طول. افتخر ان انا ربيت ولادي وعلمتهم وجوزتهم وصعد في حياتهم وانا سعيده معاهم. دي اجمل حاجه ودي رساله جميله جدا. بشكرك جدا يا مدام فايزه، بشكرك جدا. طيب نبقى نشوف بقى بقيه الرسائل. صامويل بيقول بيصبح علينا وشكرا ليك، وبيقول 1 اكتوبر اجمل عيد ميلاد لابني بيتر الجميل. كل سنه هو طيب. اسم الفيلم كله للخير. مارسيل رمزي بتقول هسمي الفيلم سندة ربنا. سندة ربنا حلو ده. وبتقول لأخوها جوزيف كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده. أمل مكرم النهاردة عيد ميلاد ابني الغالي عماد، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا أستاذ عماد. كاترين نبيه هتسمي الفيلم وقعنا واللي كان كان، تسمي قصة حياتها يعني وقعنا واللي كان كان. سوزي سوريال بتصبح علينا وبتقول ربنا يرجع هبة بالسلامة. طبعا إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله هبة تكون موجود. اسم الفيلم دنيا فانية ما تعمل لهاش حساب، ده اسم الفيلم. ماهر أبادير العمر عبارة عن رحلة، أو هسمي الفيلم رحلة عمري. ماشي. جان لويد فيلم كتاب حياتي عين، ده اسم الفيلم اللي هيعمله. شيري ناصر هسميه محدش مرتاح. جيرمينا ابراهيم هتسمي قصة حياتها أمنيات الضائعة. نرجس شكري كل سنة ابنها عيد جوازه، كل سنة هم طيبين. فادي مفرح هيسمي الفيلم لا تراجع ولا استسلام. طيب نشوف برضو اتصالات معانا. معانا مين؟ أستاذ مقبل أهلا بيك. صباح الورد. اهلا اهلا بحضرتك. صبحنا على الاستاذه هبه. يوصل حاضر. ربنا يخليك. اسمي الفيلم الستر والصحه. لان ربنا ستر علي، دخلت في تجارب كتير جدا في حياتي بصراحه، وربنا ستر عليا وانا عندي 65 سنه. اشكر ربنا. ربنا يديك الصحه يا رب. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله انا ماسك نفسي وبخدم وبروح وباجي. حلو خالص. وحاسس ان فعلا ربنا مديني الصحه لرساله معينه. حلو خالص، ربنا يديك الصحه يا رب والعمر. وقول لي بقى اكتر حاجه بتفتخر بيها في حياتك لو عملناها فيلم تبقى ايه؟ أكثر حاجة بتحصل بيها إن أنا فعلا ما كنتش أعرف، أنا سنة ستة طالع من سنة ستة وما كنتش يعني واخد شهادة. أيوه. أفتكر إن أنا فعلا دخلت الخدمة، الأول كنت واخدها كده كحاجة، لكن باسم الصليب أشكر ربنا من الثمانينات، وأنا أشكر ربنا حسيت إن إيد ربنا فعلا دخلت. طبعا ما حدش كان متوقع من الخدام ولا الأداء إن أنا طالع من سنة ستة. بيقول له لا انت اكيد واخد شهاده كبيره، فدي افتكر بيها ان ربنا فعلا وقف معايا واداني العلم بالروح القدس ان اقدر اعلم اولاد وناس. ربنا طلع اولاد كتير افتكر بيهم، من ضمنهم كان ابني كان امين خدمه عليا، دي طبعا افتكر بيها. في بتبقى حاجه مفرحه، بيبقى زي ما يكون ابني وكبر وانا يعني بقى حاجه مهمه يعني. بشكرك جدا وربنا يديك الصحه يا رب والعمر وتعيش وتخدم يعني. معانا استاذه هويده، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ اسحاق، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك. لو حبيت احط عنوان لحياتي ممكن اسميها كساره. الكساره. لان الكساره بتعزف احزان وبتعزف افراح. يعني ترى تعزف ايه احزانا وترى تعزف انتصارا. لو انا فاكر معظم الاحيان انتصار، وربنا بيبقى معظم الاحيان انتصار. الله، جميل، اسم حلو خالص. كان في ترنيمه بتقول حياتي تشبه كساره. بشكرك جدا، بشكرك. اوكي بناخد برضو التعليقات. كراس روماني هيسمي اسم الفيلم ايدك تعطي شهد وعسل. حلو. مرسى بخيت اسمي الفيلم سعادتنا في لمتنا.
اخواتي. حلو. جورج جورج بيصبح علينا وبيقول اسم الفيلم فين الرقابه، اهل ومدارس و... يعني مكبر الموضوع قوي. هناء حليم اسم الفيلم راحوا الحبايب، ده تسمي اسم الفيلم كده. فينا صليب هسمي الفيلم اشكرك يا رب. ماشي. بيشو جوجو هسمي الفيلم بتاعي ساكن في ستر العلي. حلو. بولا رفعت بيقول لي قول اسمي. اهلا يا بولا منورنا. كيرلس كوكو هسمي رحله حياتي. ماشي. ايفون مكرم هسمي الفيلم رحله الكفاح. جمال شفيق هيسمي الفيلم الرضا بالواقع. ايميل مسعود هسمي الفيلم رحله النسيان. ليه بس كده؟ مورا مدحت صبح على بابا وماما، بابا مشيل وماما عواطف من البليانة سوهاج، أهلا بيك. ميرنا مؤمن هتسمي الفيلم مسيرة هتنتهي. ليه بس كده؟ يعني نسمي ربنا موجود، ليه مسيرة هتنتهي يعني؟ بيشرفنا يكون معانا عبر الهاتف مدام نيفين ثروت باسيلي، مدير برنامج أين أنت ورئيس مجلس إدارة نادي أمون. مدام نيفين صباح الفل. صباح الخير يا اسحاق، ازيك عاملين ايه؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ انا وعدت ان انا اتصل انكوشك فانا بعمل اهو. صباح الفل على حضرتك. يسعد صباحك يا اسحاق. لو السؤال بتاعك النهارده ده حلو جدا. اللي ربنا عنده اسمين يعمل ايه؟ يعني انا عندي اسمين لقصه حياتي تنفع. احنا حضرتك طبعا يعني شاطره اصلا في موضوع الافلام وعملت لنا افلام احنا بنتفرج عليها، يعني افلام دينيه جميله يعني. لكن لو احنا هنعمل قصه حضر يعني قصه حياه حضرتك فيلم بقى، ممكن يبقى الفيلم ده اسمه ايه؟ ممكن انا اسميه هدايا ربنا. هدايا ربنا. حلو خالص. لان انا ربنا اداني بابا وماما ربنا هنيهم بالسما، دول كانوا احلى هديه في حياتي. طبعا عايزه اقول لك الانسان اللي عنده ذكريات جميله بيفضل مكمل، والذكريات دي بتعمل له بوشنج. طبعا نفضل نكمل على الذكريات دي. انا اسميه هدايا ربنا او اسميه محبتنا عزوتنا. محبتنا عزوتنا. اختار لك اسم بقى. طب انا اقول لك هدايا ربنا ولا هي محبتنا عزوتنا جديده؟ اوكي. يبقى حلو. محبتنا عزوتنا. طب انا اقول لك على حاجه مدام نبي، احنا ممكن نعمل اجزاء بقى للفيلم. ماشي حاضر. طب بتشوف يا مدام نيفين اكتر لو احنا كل واحد فينا فعلا عمل قصه حياته فيلم، ايه اكتر الحاجات اللي بتبقى مضيئه في الفيلم او المحطات اللي الانسان بيقف عندها وفعلا بيفتخر بيها؟ يعني بيقول انا الرحله دي سواء كانت قصيره او كانت طويله بيبقى في محطات لكل واحد يفتخر بيها يعني. بص، هي الطفوله يعني بتبني شخصية الإنسان، فاللي بنشوفه في طفولتنا حاجات حلوة بيقول لك أي حاجة عايز تطبعها في ذاكرة طفلك من سن سنة لأربع سنين، ابنك ده أو بنتك كشكول أبيض مفتوح قدامك أنت بتكتب فيه اللي أنت عايزه، ده علم النفس بيقول كده. ففعلا هتملاه حب وخير وسلام وشكر، يشكر ربنا والحاجات دي كلها من سن واحد لأربعة. ده يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، فاللي فعلا اتعلمناه واحنا صغيرين مش ممكن ننساه واحنا كبار. زي ما قلت لك لما بيبقى حاجه حلوه بتدينا بوشنج للمستقبل قدام. صحيح. دي فقره من فقرات حياتنا. في ناس ثانيه تنجح وتوصل للصليب وربنا يديله عيال وينجحوا ويوصلوا، برضه دي فتره حلوه. يعني حتى اللي شاف طفوله مش قوي لكن كافح وجاهد ممكن يشوف المستقبل او ولاده او اللي عمله انجاز. فكل واحد يحقق فيه في حياته مرحله هي اللي يقدر يحددها الشخص نفسه، انا افتخر بدي ولا افتخر بدي. صحيح صحيح. طب انا رجعت في كلامي بقى في اسم الفيلم، يعني هدايا ربنا احسن. اللي يريحك. ليه بقى؟ انا اقول لحضرتك ليه، لان انا لما قعدت بفكر فيها دلوقتي الهدايا كتير، فممكن كل واحد فينا يتكلم عن هديه ربنا اداها له، وهي كل حاجه ربنا ادالنا عطيه كتيره خالص، لكن هي المحبه حاجه عظيمه، لكن في الاخر خالص هي ممكن نتكلم عنها في اطار يعني، لكن الهدايا دي كتيره جدا يعني. الهدايا بتبقى كمان عايز اقول لك اصل ما فيش حاجه حلوه على طول او وحشه على طول. صحيح. الهدايا دي بتعمل لنا الصفات في حياتنا، يعني في عز ما انت بتكافئ وتعبان
تلاقي ربنا بعت لك هديه نورت حياتك فتره معينه، حته صحيح. عمل لك حاجه انت ما تتخيلهاش. ايوه هدايا ربنا بتبقى لينا مفاجآت وحاجات حلوه وجميله. صحيح. مش كل ورد، هو ما وعدناش في الانجيل قال في العالم سيكون لكم ضيق. أيوة. ما قالش هيبقى كل ورد وكل وياسمين، لا هو حددها. لكن ما يمنعش في وسط الضيق ده يبعت هدايا احنا نحبها ونفرح لها. صحيح. نشكره عليها عشان نفضل دايما في حاله شكر. اهم حاجه الانسان اللي يفضل في حاله شكر. الله، جميل جميل خالص، وعجبني التعبير بتاع مش كل ورد ده، لان فعلا لو الواحد حسبها ان هو كل ورد وكله لطيف وكله حلو، مفيش حد حياته اصلا بتمشي كده يعني. طبيعي طبعا. انا بشكرك جدا يا مدام نيفين، نورتينا جدا، بشكرك وكل سنه وحضرتك طيبه. لكن انا يعني عايز اقول ان فعلا عطايا ربنا بتبقى عظيمه جدا، وانا شايف ناس كتيره جدا في اسامي الافلام بتاعتها ممتنه لفكره العطايا ربنا. طب ممكن بعد اذن سياده المخرج الجميل ناخد كام تعليق سريعا كده؟ استاذ مجدي مرزوق بيقول ما فارقنيش ابدا، ده اسم الفيلم. استاذ ميلاد توفيق بيقول اعمال الله في حياتي. ندى الهامي بتقول مراحم الله. مش نودة بتصبح علينا قصة حياتي بيت السعادة، حلو قوي بيت السعادة ده. ميلاد توفيق وما زالت الرحلة قائمة. مصرية عياد بتقول اسم الفيلم كله للخير. حنان جو نشكر الله، ونشكر الله بقى ان دي كانت اجمل كلمة ننهي بيها فقرتنا الاولى. لكن لسه معاكم ولسه معانا فقرات تانية ان شاء الله تعجبكم بعد الفاصل. النهاردة من سفر يوئيل أصحاح 3 وآية 10، وبتقول ليقل الضعيف بطل أنا. ليقل الضعيف بطل أنا إمتى؟ إمتى يا رب ممكن نكون ضعفة ونقول إن إحنا أبطال؟ وهل يا رب أنت إيديك دايما مع كل إنسان ضعيف ولا لا؟ ضعف الإنسان ليس هو الضعف الجسدي، ولكن هو ضعف الانسحاق أمام الله. هناك كثير من الآباء كانوا أقوياء جدا وكانوا شطار قوي، لكن قدام ربنا يقولوا إن هم ضعف. لو قعدنا نفكر كده شوية في بعض القديسين الجمال اللي أخذوا هذه الآية شعارا لحياتهم، هنلاقي موسى مثلا. موسى تهذب بكل حكمة المصريين، وكان فيلسوفا وكان متعلما وكان عارف فنون الحرب كويس قوي، كان عارف فنون الفلسفة لأنه كان عايش في مصر مدة طويلة. لكن أول ما قابل ربنا قال له يا رب أنا ما انفعش، شوف حد تاني يا رب غيري. قال له لا، أنت اللي هتروح يا موسى. وبالفعل لما موسى مسك القيادة كان قويا جدا وكان جبارا بالفعل. طب أنت ليه قلت الأول أنك ما تعرفش؟ لأني أمام الله أنا منسحق، لأني أمام الله أنا ضعيف. عشان كده ربنا بيقول لنا ليقل الضعيف بطل أنا. بطل بمين يا رب؟ بطل بيك أنت. في آية جميلة قوي موجودة في كرونسوس الثانية، وكلنا تقريبا حافظينها، لأن قوتي في الضعف تكمل. أنهي ضعف يا رب؟ ضعف الانسحاق والاتضاع. بالقوة بتاعت ربنا الإنسان يأخذ بركة كبيرة وقوة عظيمة. طيب يا رب، هل هذا الاتضاع اتضاع مصطنع أم هو اتضاع وانسحاق قلبي حقيقي؟ حقيقة إن ربنا دائما ينظر إلى القلب ويعرف هل هذا الإنسان متضع حقيقيا أم لا. ولكن الاتضاع الحقيقي دائما بيجي بالصلاة وكثرة الصوم والجهاد الروحي المستمر، وده بيخلي الإنسان يكون يعترف دائما بصغر ذاته في الحياة الروحية. عشان كده دايما بيدينا ربنا القوة، بيدينا ربنا النعمة. حتى ربنا نفسه قال لنا
إن فعلتم كل البر فقولوا أنكم عبيد بطلون. يعني يا رب لو عملنا كل حاجة حلوة فنقول على نفسنا أن إحنا ما عملناش حاجة. علشان كده يا رب قوتي في الضعف تكمل. وعلشان تقول كمان ليقل الضعيف بطل أنا. جه مرة ربنا الأرمية وقال له تعالى يا أرمية أنا عايزك تبقى موجود. قال له يا رب أنا ولد صغير. قال له لا تقل أنك ولد. ما تقولش أنك صغير. أنت كبير. أنت كبير بقوتك اللي أنا شايفها ديت كويس قوي. تعالى واخدم معي. نفتكر كمان جدعون في سفر القضاء أصحاح 6 لما جدعون بيقول لربنا قال له يا رب أنا هعمل إيه بس قدام الجيش العظيم ده كله؟ ده أنا أصلاً السبت بتاعي أصغر سبت والعشيرة بتاعتي هي الزلة وسط سبت منس. إزاي يا رب أبقى قوي للدرجات دي؟ قال له قم بقوتك هذه واغلب. أي قوة يا رب اللي أنت طالبها منه ده؟ بيقولك أنه هو ضعيف جداً وخيبان قوي. قوة إيمانه الحقيقي بربنا. القوة اللي بيها يقدر يهد بيها حصون. فعلاً جدعون أخذ هذه القوة العظيمة من الله وابتدى بالفعل أنه يحارب المديانيين وغلبهم كلهم. بأنهي قوة؟ بقوة ربنا يسوع المسيح. كمان ليقل الضعيف بطل أنا. مين تاني كان ضعيف وقال أنا بطل؟ يوسف. يوسف في أرض مصر كان بطلاً وهو بالفعل كان ضعيف. ضعفه كان ضعف المكانة. يوسف كان عبد موجود في مصر. ما كانش يقدر يعمل حاجة غير أنه يسمع كلمة سيده ومرات سيده. لكن في كل ده كان قوي جداً أنه يرفض الخطية ويرفض الشر لأنه أصلاً عبد لله، عبد للمسيح. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ فكان عبداً ولكن قال ليقل الضعيف بطل أنا. بقوتك يا رب نقدر نغلب. بقوتك يا رب نقدر نعيش في الحياة الروحية ونحن أقوياء. لكن ليقل الضعيف بطل أنا. طيب يا رب لو جت عليا الدنيا وكانت حياتي قوية وأنا عندي معلومات كتير وأنا إنسان دارس وإنسان فاهم وإنسان عارف كل شيء، أقول برضو أن أنا ضعيف؟ طبعا، لأن الضعف هنا ليس ضعف المكانة والقوة ولكنه ضعف في حياتي الروحية أمام الله. أنا مين يا رب علشان أوصل لبهاء مجدك؟ أنا مين يا رب عشان أوصل لحكمتك ومعرفتك؟ أنا مين يا رب عشان أوصل لبرك؟ فليكن لسان حالنا دائما ليقل الضعيف بطل أنا.